لما تشوف اي حد مشي من النادي الاهلي مصري او اجنبي ومشي وهو بيتكلم على النادي الاهلي بيتكلم على النادي الاهلي ازاي والتعامل ازاي والتعامل بينه وبين النادي الاهلي والمسؤولين وهو ماسك ازاي وبعد كمان ما مشي ازاي لان النادي الاهلي في حته تانية خالص لان النادي الاهلي محترفين بمعنى الكلمه يعني الشغل بيتعمل باحتراف وتعامل راقي جدا 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 مع جميع المدربين اللي مسكوا النادي الاهلي ومشوا شوفوا مثلا مستر بيتسو موسيماني اللي هو المدير الفني السابق للاهلي الراجل مشي من النادي الاهلي حقق انجازات حقق انجازات ما حدش يقدر ينكرها ليه بصمه في تاريخ النادي ايوه ليه بصمه في تاريخ النادي كان ممكن يحقق المزيد ممكن الله اعلم بس كان ممكن عنده طموح واحلام كتيره في تحقيق المزيد لكن الراجل مشي بالتراضي مشي بالتراضي وايه وفي استمرارية لعلاقة الود والاحترام بين الطرفين بين مستر بيتسو موسيماني وبين المسؤولين في النادي الاهلي والنادي الاهلي ككل. يعني النادي الاهلي حتى الان بيكن كل احترام لمستر موسيماني. احد المدربين الكبار اللي حققوا انجازات في فترة صغيرة جدا. وكمان مستر موسيماني بيكن الاحترام للنادي الاهلي ومسؤوليه. مش النادي الاهلي مش النادي الاهلي اللي يمشي من عنده مدير فني والمدير الفني يطلع يقول لك ايه انا مشيت اصلي من غير هدومي اصل شنطه هدومي خدوها مني وتحفظوا عليها اصل انا مخصوم مني شهر وشهرين اصل انا هرفع قضيه على النادي دوت علشان اخد مستحقاتي مش النادي الاهلي مش النادي الاهلي خالص مش ده النادي الاهلي النادي الاهلي في حته تانية خالص النادي الاهلي في حته تانية خالص وده اللي احنا بنشوفه لما لما النادي الاهلي ساب مستر أو, أو, او بالتراضي مستر بيتسو موسيماني هو والمسؤولين في النادي الاهلي صبوا بعض بالتراضي قعد الراجل يتكلم على النادي الاهلي نص ساعه او ساعه الا بس على النادي الاهلي